إذا لمناقشة حجمة العقوبات المفروضة على النظام السوري وموقف الإدارة الأمريكية الجديدة من النظام في سوريا، ينضم إلينا عبر الهاتف من غازي عنتاب حسن النيفي الباحث السياسي السوري. أستاذ حسن، مرحبا بكم. يعني واشنطن رحبت بعقوبات أوروبا ضد 8 من وزراء حكومة الأسد، وذلك لمسؤوليتهم عن القمع. كيف ترى وقع هذه العقوبات على بشار الأسد تحديدا؟ أسعد الله مساءكم بكل خير، وتحية طيبة للسادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ حسن. منذ أن تم فرض قانون قيصر على نظام دمشق منذ شهر حزيران من العام الجاري، ما زالت العقوبات تتتالى على النظام حزمة تلو حزمة. وهذه العقوبات كما يعلم الجميع الغاية منها هي إحكام الطوق على نظام الأسد لمنعه من التوغل في القمع واستهداف المواطنين المدنيين. هذه الحزمة التي الجديدة التي صدرت واستهدفت عدد من شخصيات متابعة للنظام، وكذلك استهدفت شركات أخرى وخاصة أنها تعمل في قطاع النفط، كانت ربما يعني تحمل جانبا نوعيا. نحن لو عدنا إلى الشخصيات التي تم استهدافها يوم أمس بالحزمة الأخيرة، كانت أبرزها شخصية غسان جودة إسماعيل، وهو مدير إدارة المخابرات الجوية، ومعروف أن فرع المخابرات الجوية هو الذراع الأقوى لدى نظام الأسد في استهدافه للمدنيين. هذا الفرع الذي حوى ضمنه آلاف المعتقلين السوريين، والذي تمارس فيه ممارسات وحشية ضد المعتقلين. كذلك استهدف ناصر العلي وهو رئيس شعبة الأمن السياسي. الأهم من ذلك ربما استهدف شخصية حسام قاطرجي. حسام قاطرجي وهو عراب النفط، عراب بيع النفط والوسيط الأساسي بين نظام بشار الأسد وقسد حاليا، وبين نظام بشار الأسد وتنظيم داعش عندما كان يسيطر على شرق الفرات. كذلك استهدفت العقوبات شخصية نبيل طعمة، وهو عضو في مجلس الشعب ومنتج للدراما التلفزيونية التي حاولت مسلسلاته تشويه واقع الثورة السورية، وبينت أن ثورة الحرية والكرامة ثورة إرهاب. ربما طبعا يعني هذه استهداف هكذا شخصيات، وإن لم يكن له انعكاس مباشر وفعلي، ذلك أن أهميته تكمن في أنه يجعل كافة رجال الأمن، رجال المخابرات التابعين لبشار الأسد، يشعرون أنهم لن يكونوا بمأمن من العقاب إذا إمعانهم في قتل السوريين وممارسة الاضطهاد بحق السوريين. طيب أستاذ حسن، هناك من يعتقد أن العقوبات التي فرضت على نظام الأسد ومنها قانون قيصر لا تؤثر على الأسد ومعاونيه، وهي تؤثر بشكل مباشر على المواطن السوري. الدليل على ذلك الطوابير الطويلة التي نشاهدها على الخبز والوقود وغيرها. هل تتفق مع هذا الطرح؟ يعني أي قانون عقوبات في العالم لابد أن يمس المواطنين، هذه حقيقة، يعني حتى نكون موضوعيين. ولكن أيضا للإنصاف يجب أن نقول أن وضع النظام السوري، الوضع الاقتصادي لنظام دمشق قبل العقوبات لم يكن يعني أفضل حالا. فمجمل الأزمات التي نراها الآن هي أزمات مزمنة، يعني أزمة الخدمات، أزمة المحروقات، أزمة الخبز، أزمة المواد الغذائية، أزمة البطالة. هذه الأزمات موجودة في الأصل بسبب أن النظام حاول أن يسخر كل إمكانيات الشعب السوري في سبيل حربه أو من أجل استثمارها في حربه على السوريين. فهذه الحالة الاقتصادية أو حالة التردي الاقتصادي واقع الحال لا يتحملها قانون قيصر بقدر ما تتحملها سياسة النظام التي تستمر بقتل السوريين واستهداف السوريين. هو يوظف كل شيء من أجل الحفاظ على السلطة لا أكثر. أستاذ حسن، كيف ترى موقف روسيا وإيران حليفتي النظام من هذه العقوبات؟ هل بإمكانهما إنقاذ النظام أو إعادة تدويره؟
يعني نحن لو عدنا في الأصل إلى العقوبات وإلى قانون قيصر بالذات، نجد أن المستهدف منه هو ليس فقط نظام بشار الأسد، وإنما الروس بالدرجة الأولى وإيران بالدرجة الثانية. لعل الأمريكان أرادوا أن يقولوا للروس، صحيح أننا أعطينا روسيا تفويضا كاملا في حربها ضد السوريين، فاستطاعت أن تنتصر عسكريا على الشعب السوري وتقتل ما تريد، ولكن لن يستطيع بوتين باستثمار هذا المنجز العسكري وتحويله إلى منجز اقتصادي أو مكسب اقتصادي من خلال عملية عودة اللاجئين وإعادة الإعمار. ذلك أن هذا القانون يقف بالمرصاد، وسوف يستهدف كل من يساعد نظام بشار الأسد أو يحاول التعاطي مع نظام بشار الأسد، سواء اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا. وهكذا نجد أن المشمول بهذه العقوبات ليس نظام الأسد وإنما حلفاؤه أيضا. نعم، من غازي عنتاب حسن النيفي الباحث السياسي السوري، شكرا جزيلا لكم.